هاي، معكم جنى من السنابل نيوز. نحن اليوم موجودين بكارمس نظمته واندر فان لتدعم جمعية الإصغاء اللي بتهتم بالصوم، لأنه صادف اليوم العالمي للصوم. خبرينا اليوم ليه منظمين الكارمس، شو بيتضمنوا ولشو بعود ريعوا؟ نحن اليوم هيدا المهرجان الثاني لواندر فان، منظمينه لكل العائلة، في نشاطات للولاد وللشبيبة، هو على يومين، في جو جونفلابل، في سيرك، في غنوة، سبيكتاكل دو تياتر، في فاير شو، في كتير اشياء كتير حلوة، وللكبار كمان في سينما 5D واسكيب جيم وكتير اكتيفيتيات. نحن عم نعمله تندعم جمعية الايكوت الاصغاء للاشخاص الصم، لانه هو ضمن اسبوع العالمي للتوعية للصم بالعالم، وهيدا نحن عم نختتمه هون بلبنان بهيدا المهرجان بملعب فؤاد شيب بجونيور. خبرني اليوم شو شفت وشو لعبت؟ انا لعبت بالشاتو جونفلابل، كمان لعبت على الترامبولين. اليوم لعبنا بالجونفلابل ورجعنا عملنا شفنا فاير شو وكتير تسلينا. اليوم لعبنا بالجو جونفلابل وهلا عم نلونه، عملنا كتير اشياء حلوه. كان عملنا اكتيفيتي، كمان غنينا، تسليت كتير ولعبت لقيتها مع رفقاتي. هلا شو رايكم تشوفوا النشيد الوطني بلغه الاشارات بلغه الصم؟ حلو، عطول نساعد ونتعلم لغة غيرنا، حلو نوقف حد خينا الإنسان. كانت معكم جنى من سنابل نيوز.